عليكم، أهلا وسهلا فيكم في المحاضرة الخامسة من سلسلة محاضرات تفاضل وتكامل واحد. اليوم إن شاء الله هناخد كيف أرسم الدالة، كانت الدالة تربيعي، إذا كانت الدالة عليها تحويلات هندسية، إزاحة الأعلى وإزاحة الأسفل، أو كان على الدالة انعكاس. ممكن كمان أعرف كيف أرسم الدالة لو كانت متعددة الاقتران. نبدأ. Sketch the function يعني أرسم الدالة. لما أنا برسم الدالة بعد أن أرد تكونش الدالة بشكل مباشر معطيني إياها أو رسمة معروفة كرسمة الـ X تربيع مثلا. كنا بنعرف أن رسمة الـ X تربيع هي رسمة متماثلة حول محور الـ Y axis، يعني متماثلة حول محور الصادات. هذه هي رسمة الـ X تربيع. في عندي تحويلات هندسية على الرسمات بشكل عام. الـ vertical shift اللي هي الإزاحة العمودية، الـ vertical shift قصده فيها الإزاحة العمودية، يعني إزاحة بشكل عمودي، إما الرسمة بتنتقل للأعلى بصير فيها إزاحة للأعلى أو إزاحة للأسفل. لو كان عندي الـ y مثلا هتساوي x تربيع زائد 2، x تربيع زائد 2 يعني بدي أعمل إزاحة للإكس تربيع بمقدار درجتين للأعلى، بما إنها موجبة إذا بدي أعمل لها إزاحة بمقدار درجتين للأعلى. يعني حتصير الرسمة عندي كالتالي، عندي الاثنين بدي أعمل خط خليفة عشان أرسم عند الرسمة الجديدة، بعتبر إنه كأنه هذا هو محور السينات الجديد وبأرسم الرسمة من جديد. بتصير هذه إكس تربيع زائد 2. لو كان عندي إذا لما يكون عندي الود هتساوي x تربيع زائد 2، هذا بنسميه إزاحة عمودية أو بنسميه تحويل خارجي على محور الصادات نفس الإشارة. إذا لو كانت عندي الإشارة موجبة هيروح عند الواي الموجبة، عند قيم الواي الموجبة. لكن لو كان عندي الواي بدها تساوي x تربيع ناقص 2، هذا تحويل خارجي للمنحنى الاصلي اللي هو x تربيع لكن على محور الصادات لكن ازاحه للاسفل بمقدار وحدتين. اذا هذا عندي ازاحه للاسفل بمقدار وحدتين فهتصير الرسمه كالتالي. ان انا كل نقطة هنا على المنحنى الاصلي بدها تنزل وحدتين لتحت، يعني الصفر وصفر هتصير احداثياتها صفر وسالب 2، الصفر وصفر هتصير احداثياتها صفر وسالب 2، هذه لما نزلت لتحت. لكن لو انا بدي اياها زائد 2 هتطلع كل نقطة وحدتين للاعلى. نيجي ناخد الهوريزنتال شيفت يعني ازاحة افقية، إزاحة أفقية. لو كانت عندي الرسمة x تربيع هاي رسمة ال x تربيع، هذه رسمة ال x تربيع، طلب مني أرسم ال y بدها تساوي x ناقص 1 الكل تربيع. x ناقص 1 الكل تربيع هذا بنسميه إزاحة أفقية. الإزاحة الأفقية بتكون على محور السينات على الـ x axis بعكس الإشارة. إذا الإزاحة الأفقية هي إزاحة على محور السينات بعكس الإشارة. يعني لو كان العدد اللي مع الـ x سالب هعمل التحويل على محور على الجهة الموجبة، يعني x ناقص 1 هتصير الرسمة هنا. بدي أروح أعمل لها إزاحة لليمين بمقدار وحدة واحدة. أيوة. الرسمة هتيجي كلها بمقدار وحدة واحدة هتعملها إزاحة هنا. كل نقطة هتعمل إزاحة بمقدار إيش؟ وحدة واحدة، فهتصير الرسمة كالتالي. هذه عبارة عن x ناقص 1 الكل تربيع. إذا صارت هي x ناقص 1 الكل تربيع
هاي الاكس تربيع، لكن لو كانت عندي اكس الواي بدها تساوي اكس زائد 3 الكل تربيع، هذا تحويل داخلي على السينات بعكس الإشارة، بما إنها موجب 3 إذا هتروح على جهة اليسار، فهتصير عند وين؟ الصفر، هتيجي عند مين؟ عند السالب 3، فهتصير الرسمة كالتالي. هذه عبارة عن رسمة x زائد 3 الكل تربيع، أو نكتبها هنا على جنب. إذا صارت الرسمة هذه هي عبارة عن رسمة الواي بدها تساوي x زائد 3 الكل تربيع، إذا التحويل اللي بيكون على محور x axis هو تحويل داخلي، بيكون داخل الاقتران، لكن هذا بيكون تحويل خارجي اللي هو على محور الواي اكسس. نيجي للريفليكشن اللي هو الانعكاس. الانعكاس لو كانت عندي الواي بدها تساوي اكس تربيع، هاي الواي بدها تساوي اكس تربيع، معنى الانعكاس قصدي فيها ان انا اعمل انعكاس على محور السينات، يعني بدي ارسم الواي بدها تساوي سالب الاكس تربيع، هذه معناها ان انا بدي اعمل للواي للاكس تربيع انعكاس على محور السينات. يعني انعكاس على محور السينات اذا كانت السالب برا، ما فوق محور السينات بده يكون نفسه ما تحت محور المنحنى السينات، يعني الرسمه اللي فوق محور السينات عاملينها انعكاس على منحنى السينات، حتصير تحت المنحنى. ناخذ أمثلة على الرسم. طلب مني في السؤال أرسم الدالة اللي هو معطيني إياها الجراف وأوجد الدومين إلها، يعني بعد ما أرسم الرسمة أو قبل ما أرسم الرسمة بدي أوجد الدومين. القيمة المطلقة على x ناقص السي، السي معطيني اياها مرة صفر ومرة اثنين ومرة سالب ثلاثة. طيب أول إشي بما إنه الرسمة أو الاقتران معطيني اياها القيمة المطلقة على x ناقص ناقص السي، بعرف إنه الاقتران الأصلي قبل ما أحاول أرسم بدي أشوف هل التحويل اللي عندي تحويل داخلي ولا خارجي. أنا بعرف القيمة المطلقة هيك، لو كان الاقتران الاصلي عندي لوحده والتحويل برا فهعرف ان هذا تحويل خارجي على محور الصداد، لكن لو كانت القيمه المطلقه زائد 2 هذا حيكون عندي تحويل داخلي على محور السينات، فحتصير هذه عندي هذه هي عباره عن تحويل داخلي على محور السينات. اول حاجه قبل ما ارسم التحويلات ارسم الاقتران الاصلي. عندي الاقتران الاصلي القيمه المطلقه هيك رسمته، هذه القيمه المطلقه لاكس هاي رسمتها. اجي اول واحده احط القيمه المطلقه لاكس ناقص الصفر هي نفسها القيمه المطلقه لاكس، هاي اذا هذه هيئه في حاله السي كانت بدها تساوي صفر. اجي ارسم لما هذه لما كانت السي بتساوي صفر، لو كانت السي بدها تساوي 2 حيصير عندي القيمة المطلقة على x ناقص 2، x ناقص 2 يعني تحويل داخلي على محور السينات بعكس الإشارة، ناقص 2 يعني بيروح عند الموجة عند السالب 2 هنا، عند الموجة عفوا، حتصير الرسمة كده. هذه لما كانت السي ايش بدها تساوي؟ 2. لو كانت السي بدها تساوي سالب 3 حيصير الاقتران عندي القيمة المطلقة لإكس، سالب في سالب حيصير موجب 3، فهذا بكون عندي تحويل داخلي على محور السينات بعكس الإشارة، يعني عند السالب 3 بده يروح.
هيصير لها الرسمة دي. عشان تختلف. فهذه هتكون عند رسمة السي بدها تساوي سالب 3. هاي حل السؤال. اجي اجيب الدومين. اخذنا المحاضرات في المحاضرات الماضية ان القيمة المطلقة لإكس، القيمة المطلقة لإكس الدومين لها الريال نمبر. حكينا لو انا ضفت لها رقم او طرحت منها رقم بضل الدومين لها هو الريال نمبر كله. ناخد سؤال ثاني. عندي سؤال اف الاكس تساوي جذر 4 ناقص اكس تربيع زائد السي. معطيني السي قيمها 0 و1 وسالب 3. طالب مني ارسم الداله واوجد الدومين لها. عندي جذر 4 ناقص الاكس تربيع. انا بعرف رسمه الاكس تربيع لحالها. هيا اكس تربيع جذر الاكس هاي رسمه. لكن جذر 4 ناقص الاكس تربيع هذه مش نفس اللي رسمتهم. بدي اروح ارجعها لاقترانها الاصلي عشان اعرف ايش هي الجذر هذا وما تحتيه اقتران تربيعي هي اصلا رسمه مين. لو انا حكيت انه الواي هي بدها تساوي جذر 4 ناقص الاكس تربيع، ربع الطرفين حتصير الواي تربيع بدها تساوي 4 ناقص الاكس تربيع. اجيب الاكس تربيع هنا حيصير عندي اكس تربيع زائد الواي تربيع بده يساوي 4. هذه عندي هي عباره عن معادله دائره مركزها 0 0 ونصف القطر لها 4. اذا صار الاقتران هذا عندي هي معادله دائره مركزها 0 0 يعني السنتر لها 0 و0 والار لها بدها تساوي 2. نيجي نرسمها. أرجع أرسم معادلة الدائرة. هاي هاي عندي دائرة نصف القطر لها 2 ومركزها 0 0. هذه معادلة الدائرة اكس تربيع زائد واي تربيع بيساوي 4 مركزها 0 0 ونصف القطر لها 2. شو علاقتها بالجذر التربيع ل 4 ناقص اكس تربيع؟ بقول لي انه النصف العلوي هذا هو عبارة عن نصف دائرة. نصف دائرة معادلتها هي عبارة عن الجذر التربيعي لأربعة ناقص إكس تربيع. إذا جذر الأربعة ناقص إكس تربيع هو عبارة عن النصف العلوي للدائرة. النصف السفلي هذا للدائرة هو عبارة عن مين؟ عن سالب الجذر لأربعة ناقص إكس تربيع. إذا صارت عندي الأربعة ناقص الإكس تربيع تحت الجذر هي عبارة عن النصف العلوي للدائرة مركزها صفر صفر ونصف القطر لها 2. وصار عندي هو النصف السفلي هذا اللي هو سالب الجذر التربيع لأربعة ناقص إكس تربيع. طيب أنا بدي السؤال بس النصف العلوي فحامسح هذا اللي ما بيلزمنيش. اجي اعوض مرة بالسي بتساوي صفر فحيكون هذا زائد الصفر. هاي اول واحدة اول رسمة. لما بدي اجي ارسم في حالة السي، في حالة السي بدها تساوي 1 حتصير عندي اف الاكس ايش بدها تساوي؟ جذر
4 ناقص الإكس تربيع تحت الجذر زائد الواحد. هذا تحويل عندي خارجي على محور الواي أكسس أو محور الصادات نفس الإشارة، هيطلع الاقتران هذا كله اللي هو عبارة عن النصف العلوي من الدائرة وحدة للأعلى، يعني كل نقطة هتطلع وحدة للأعلى، يعني باثنين هتطلع تصير عند الثلاثة هنا، هذه إحداثها الصادر هو صفر هيصير هنا عند الواحد تقريبا، والاثنين والإحداث الصادر هنا اللي هو صفر هيصير هنا، فهتصير الرسمة كلها كالتالي. هذه هنا صارت عندي في حالة السي بدها تساوي واحد. طيب لو أنا بدي السي تساوي سالب ثلاثة، يعني في حالة السي بدها تساوي سالب ثلاثة، هتصير اف الإكس عندي الجذر 4 ناقص الإكس تربيع ناقص الثلاثة، يعني تحويل خارجي على محور الصادات نفس الإشارة، يعني هنزل ثلاث وحدات للأسفل بالرسمة. هنزل الرسمة الأساسية هي ثلاث وحدات، كل نقطة هنزلها ثلاث وحدات. هذه الإحداث السيني إلى صفر هينزل هيصير عند مين؟ عند السالب ثلاثة هنا، هذه عند الاثنين هتنزل تصير عند السالب واحد هنا، وهذه هي هتنزل تصير عند مين؟ عند السالب ثلاثة. هتصير الرسمة هذه في حال كانت السين بدها تساوي سالب ثلاثة. هيك بنكون رسمنا المعادلة اللي هو معطيني اياها اف الاكس بدها تساوي الجذر التربيعي ل 4 ناقص اكس تربيع. ناخذ وحدة ثانية، لو كان معطيني الجزء السالب أربعة ناقص الإكس تربيع، لو أنا بدي أجيب دومين الدالة F اللي معطيني إياها، أخذنا سابقا كيف أوجد المجال أو الدومين لجذر تربيعي. أخذنا الدومين للجذر التربيعي هو ما تحت الجذر أكبر أو يساوي من الصفر. إذا بده يصير عندي ما تحت الجذر 4 ناقص الإكس تربيع أكبر أو يساوي من الصفر، هتصير الأربعة أكبر أو يساوي من الإكس تربيع. بعد كده بدي أتخلص من التربيع أخذ الجذر. طيب أنا هنا عندي الجذر للإكس الكل تربيع، هذا بيعطيني قيمة الإكس، يعني التربيع معروف بيضيع الجذر بيعطيني الإكس، لكن الإكس تربيع لما أنا بدي أخذ لها الجذر هذا ما بيعطينيش الإكس، لكن الجذر لإكس تربيع بيعطيني القيمة المطلقة لإكس. إذا الجذر لإكس تربيع ما بيعطينيش الإكس بيعطيني القيمة المطلقة لإكس، فأنا هنا لما أخذ الجذر التربيع للطرفين هيصير عندي 2 أكبر أو يساوي من القيمة المطلقة لإكس، وهذه على حال المتباينات هتكون الإكس محصورة بين السالب 2 و 2، يعني بده يصير عندي هنا دومين أو مجال الدالة F من سالب 2 مغلقة لعند 2 مغلقة. إذا حيصير عندي دومين الأف من سالب 2 لعند 2 مغلقة. أيوة. ناخد سؤال ثاني. سكتش ارسم سالب الجذر التربيعي لتسعة ناقص اكس تربيع. اتفقنا انه هذه هي عبارة عن النصف العلوي لدائرة، انه هذه معادلة نصف دائرة، بما انه سالب فهذه هتكون نصف الدائرة السفلي. اذا هذه رسمتها كالتالي، انا عندي دائرة هيكون مركزها صفر وصفر ونصف القطر إلها اللي هي جذر التسعة ثلاثة، إذا هذه هي أصلها واي تربيع زائد الإكس تربيع بده يساوي ثلاثة تربيع اللي هي تسعة. إذا هذه معادلة الدائرة مركزها صفر وصفر ونصف القطر إلها إيش؟ ثلاثة.
انا بديش الجزء العلوي، بدي الجزء السفلي للبصمه. هاي السالب 3 3 وهنا عند السالب 3 هاي الرسمه. لو بدي اعمل عليها تحويلات هندسيه نفس السؤال السابق، لو بدي اجملها الدومين نفس طريقه السؤال كل شوي حلنا. اذا لو طلب مني السالب هو قصده فيها اللي هو الجزء السفلي من الدائره او نصف الدائره السفلي. ناخذ اسئله على الاقتران متعدد القاعده. لو كان معطيني اف الاكس بدها تساوي اكس ناقص 3 سالب اكس تربيع سالب اكس زائد الاربعة، معطيني اكس ناقص 3 في حال كانت اف الاكس اقل او بتساوي من سالب 2 اكس سالب اكس تربيع، اذا كانت الاكس محصورة من السالب 2 و1، سالب اكس زائد 4 اذا كانت الاكس محصورة. طالب مني ارسم الاقتران اللي عندي، بطلع على الاقتران بلاقي هو عبارة عن اقتران متعدد القاعدة، يعني مش فيها رسمة الاكس ناقص 3 لحالها لكل الرسمة او لكل الاقتران، في اكثر من اقتران عندي عشان ارسم. معطيني فترة الرسم لكل جزئية في الدالة او لكل اقتران عندي هنا، للاقتران اكس ناقص 3 معروف لي اياه بس في حالة الاكس اقل او بتساوي من سالب 2. نيجي اشوف كيف انا بدي ارسمه. أول حاجة إكس ناقص 3، أنا بعرف رسمة الإكس هي عبارة عن خط مستقيم بهذا الشكل تقريبا. إكس ناقص 3 اللي هو تحويل خارجي على محور الصادات، يعني بده ينزل 3 وحدات للأسفل، يعني حيصير عندي هنا الرسمة، يعني تقريبا الرسمة هتكون كده. هذا مين؟ إكس ناقص 3 عند السالب 3 هنا، وهذا الاقتران الاصلي ما بديش اياه. طيب هاي رسمت الاكس ناقص 3، هل اخليها انا كل الاكس ناقص 3 الرسمه هيك مطلوبه؟ لا، بس بقول لي انه هو معرف لي اياها عند الاكس اقل او بتساوي من سالب 2، وين السالب 2؟ هاي هاي سالب 2، بده الفتره اللي بتساوي السالب 2 واللي اقل منها، يعني المنطقه هذه، يعني من هان هيك لعند وين؟ لعند السالب 2. طب انا لو عوضت بالسالب 2 ايش حيعطيني؟ سالب 2 وسالب 3، يعني هذه القيمه المفروض تكون هنا سالب 5. طيب هل بدي اشوف اللي عند السالب 2 قيمتها مغلقه ولا مفتوحه؟ بما انه في هنا يساوي، اذا هذه حتكون مغلقه. اذا الرسمه اللي مطلوبه هي لعند ايش؟ اللي اقل منها كلياته. باقي الرسمه هذا كله انا ما بديش اياه، يعني هذا الاكس مش مطلوب. ليش؟ لانه هو بس معرف لي انه رسمه الاكس ناقص 3 في حاله الاكس اقل او بيساوي من السالب 2. اجي ارسم السالب اكس تربيع، انا بعرف رسمه الاكس تربيع هي السالب اكس تربيع هتنزل لتحت. هذه السالب اكس تربيع. طيب هو بده السالب اكس تربيع من سالب 2، بده اياها الاكس اكبر من سالب 2، طب وين السالب 2 نقطتها؟ هي عباره عن عند السالب 4. بدي عندي السالب 2، لو انا عوضت بالسالب 2 ايش حيعطيني؟ سالب 4، يعني قيمة السالب 2 هي السالب 4 اللي هنا. طيب بده من سالب 2 لعند اقل من الواحد، يعني حضرني ماشية لعند وين الواحد؟ هيو ايش احداثياته؟ هنا عوض على الواحد هيعطيني سالب 1، مغلقة ولا مفتوحة؟ اعملها مفتوحة.
اذا بمحي بقيه الرسمه اللي انا ما بديش اياها. اذا صارت الرسمه الجزئيه الثانيه عندي من سالب 2 ل 1. اجي ارسم اخر جزئيه بالاقتران المتعدد سالب اكس زائد الاربعة. سالب الاكس زائد الاربعة انا بعرف رسمه الاكس هيك، سالب الاكس رسمتها بالشكل هذا. سالب اكس زائد اربعة يعني بدي ارفع الرسمه اللي هيك اربع وحدات للاعلى، فحصير الرسمه عندي كالتالي. هذه عبارة عن رسمة سالب x زائد الأربعة. طيب هو ما بديش إياها كلها، بديش إياها في كل الرسمة يعني من سالب انفينيتي لانفينيتي لكل قيم x، بس معطيني إلها فقط عند ال x أكبر أو بتساوي من الواحد. وين الواحد؟ هيو إيش قيمته؟ لو أنا عوضت سالب واحد زائد أربعة هيعطيني ثلاثة. إذا عندي الواحد في عندي هنا دائرة مغلقة عشان اللي يساوي، وبده الاكس اكبر من الواحد، يعني كل القيم اللي هنا اكبر. اذا هي الرسمة الجهة مين؟ على جهة اليمين. اذا هي الرسمة المطلوبة. وحمسح البين. اذا صارت هذه عندي رسمة سالب اكس ناقص اربعة في الفترة اللي هي اكس اكبر او بتساوي من الواحد. هذه عبارة عن رسمة السالب اكس تربيع في حال كانت الاكس محصورة من سالب 2 لعند الواحد. الاكس محصورة من سالب 2 للواحد. هذه هي عبارة عن رسمة الاكس ناقص 3 في حال كانت الاكس اكبر من السالب 2 او بتساوي، عفوا، هذه رسمة الاكس ناقص 3 في حال كانت الاكس أقل أو تساوي سالب 2. ناخذ آخر سؤال برضو معطيني آخر الإكس بدها تساوي إكس تربيع ناقص واحد على إكس زائد واحد، هنا معطيني الاثنين. إكس تربيع ناقص واحد على إكس زائد واحد، إذا كانت الإكس لا يساوي واحد يعني غير معرفة عند الواحد، هذه إذا كانت الإكس بتساوي واحد. طالب مني أرسم وأوجد المجال. عشان أرسم الاقتران المتعدد القاعدة عندي في البسط إكس تربيع بطلع بلاقيه عبارة عن اقتران نسبي. عندي في البسط إكس تربيع ناقص واحد على المقام إكس زائد واحد. بحاول أبسطها بما إنه البسط هو عبارة عن فرق مربعين. بده يصير عندي إكس ناقص واحد في إكس زائد الواحد ناقص على الإكس زائد الواحد. أنا هذا هيعطيني اثنين، هذا سالب واحد وهذا سالب واحد، وهنا اثنين. إذا أنا أفك تحليل عوامل، عندي الإكس تربيع ناقص واحد فكها إكس ناقص واحد في إكس زائد واحد على المقام نفسه، عندي اثنين في حالة الإكس بدها تساوي سالب واحد، هذه في حالة الإكس لا يساوي سالب واحد. ليش هنا معطيني إنه الإكس لا يساوي سالب واحد؟ لأنه سالب واحد هي عبارة عن صفر مقام، يعني لو أنا عوضت الإكس بتساوي سالب واحد هيعطيني إنفينيتي اللي هي قيمة غير معرفة. فهذه هتروح مع هذه، فبتصير عندي أف الإكس هي عبارة عن إكس ناقص الواحد في حال كانت الإكس لا يساوي واحد، بده يعطيني اثنين في حال كانت الاكس بتساوي واحد. اجي ارسمهم، صارت اكس ناقص واحد اقتران بعرف ارسمه. الاكس رسمتها هيك، ناقص واحد اللي هو تحويل خارجي على محور الصادات، يعني بده ينزل وحده واحده. هنا الواحد وهنا السالب واحد. بقول لي هذه الرسمه اكس ناقص واحد معرفة عند كل قيم الاكس ما عدا عند الاكس بتساوي واحد، يعني عند الاكس بتساوي واحد الرسمة ايش احداثياتها؟ غير معرفة عندها، يعني بتكون مفتوحة هنا. ومعطيني قيمة الواحد هي عبارة عن التين سالب واحد.
بحكي لي انه الاكس ناقص واحد معرفة عن كل قيم اكس ما عدا عند الاكس بدها تساوي سالب واحد. وين الاكس بتساوي سالب واحد؟ هيدا. ايش احداثياتها؟ سالب واحد وسالب واحد يعني هذا هيعطيني سالب اثنين. عندها هنا بيقول لي ان هي عبارة عن ايش؟ دائرة مفتوحة، لانه عند الاكس لا يساوي سالب واحد. الرسمة هذه كلها غير معرفة عند الاكس بدها تساوي سالب واحد. بيقول لي ان الاكس معرفة عند السالب واحد، انه قيمة السالب واحد في الاقتران هيها، قيمة السالب واحد في الدالة هو عبارة عن اثنين، يعني السالب واحد احداثياتها اثنين. اذا هي غير معرفة عند الاكس عند اف الاكس بدها تساوي اكس ناقص واحد، ومعرفة عند الاكس ايش بدها تساوي؟ قيمة الدالة. عند الاكس بتساوي سالب واحد، قيمة الدالة بدها تساوي اثنين. هيك بنكون خلصنا المحاضرة الخامسة، إن شاء الله نشوفكم المحاضرة الجاية، سلام.